Je moet alleen komen als je 100 graden, zelfs 60 graden. Nee, grond in België. Zelfs begraven is niet goed, dus dat is altijd wel. Liever in België begraven. Je kunt die altijd niet komen zoeken. جينا السبت ما نحاول المشكل مع الداريبه مع البيلون ايتسو نشوف شنو كاين وقطعت فيتي من السبت المهم البارح سمعنا لي فولسون سوسبوندو مجدودين ما بقاش تقدر تدخل المغرب ما مسموح تخرج المغرب نقولوا صافي مزيان علاش عيط لنا لي سوسيتي الاغيان لين قال لك ما كاينش الاخبار زعما هي ممنوع تطلع من المغرب كلشي بقى هيداك واليوم سمعنا لا ممنوع طالع ممنوع هابط كيفاش تا واحد كيهضر معنا كتعيط الامباسات كتعيط لهنايا تا واحد كيفهمك ايوا كان ايوا المشكل اللي كاين دابا حنا جينا دابا مبروكين هنايا وتا واحد اللي يعاونك ما كاينش طياره ما كاينش طيار قال لك لا طيار ديجا الناس اللي عندهم بيتي ديالهم يمشيو اللي ما عندهمش الناس عندهم ولادهم عندهم الخدمه ديالهم عندهم مصاريف ديالهم المهم امبوسيبل انكرويابل دابا المره الاولى في 2020 كومبرونسيبل علاش شي حاجه جديده خافوا الناس باش دابا عام وراه عام ونص يا عم تو بلان ثاني عرفتي الا داز شي مرة شي نهار اخر في حاليا كيفاش تعملوها كتعدلوها واش دابا سبحان الله 2021 كامل 22 نفس المشكل الا طلبناها كومونيكاسيون كومونيكاسيون نيشان اسمع واخا لي فول اللي كيدخل المغرب ممنوع لي خروج نجمعوهم مثل في واحد نهار ولا يومين كلشي الناس تجمع طياره معمره ولا جوج ولا ثلاثه يمشي بحالو ماشي يخليهم هنا في الخوا انكرويابل حرام الدنيا عمره هنايا كاين فولات مالاغا بارسلونس كلشي سوسبوندو ناس كيمشيو دنمارك الناس كيمشي بلجيك المهم المنكر وصافي صراحه دخل هو دابا بياتي كانت غير 50 اورو طلعت 200 اورو 300 اورو 400 اورو حتى 700 800 اورو صافي حتى دابا رجعت فحال الذهب دابا بغي نعرف دابا ليكونومي في المغرب ديجا ضعيفه فهمتيني دائما كتسمع اسنا لو ام ار او اجي انفيستي هنا في المغرب نحتاجكم تاتاتي تاتاتا مي كنوصلوا هنايا كننفيستي الفلوس ديالنا الوقت ديالنا العرق ديالنا هنايا كيخلق في الخوا كيخلق في زيرو ني معاونه ني مفهمه حتى حاجه هو المنكر دابا كيفاش تجبر كيقول له الكريديبيليتي اذا انت ماشي معقول اذا كتقول لي انا معقول انا عارف انت ماشي معقول كل اللي بغيتي دزت عليه واحد المره ماشي الثانيه من الصبح انا من الفجر راني هنا كتسنى عليهم وما كتفلوا على الناس من الصبح لله قطعنا ماشي مره ولا جوج قطعنا ثلاثه بليات قطعنا البارح في الصباح وغدا عاوتاني والسبت ثلاثه بليات عندنا المشكل ما كاينش كاع الطيارات كتفلوا على الناس كتعيط لهم هما كيقول لك ما عرفناش الا بغيتي تقطع بليه دابا تقطع بليه مفتوح في الانترنت تقطع بليه وغديك فلوس صافي في الاول قالوا اللي جا من المغرب غنشدوا عليه من غدا وقيلاك ومن اليوم اللي بغى يخرج ديني هاني خليه يخرج ودابا الناس ما كيدخلوش وما كيخرجوش على الله مرض زعما وحنا مرضنا وخلينا نخرج دابا ما عندك ما دير تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.